السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. اليوم أريد أحكي بموضوع وصلني من قبل أولياء أمور الطلبة في أحدى المدارس الابتدائية الحكومية في بغداد، وتحديدا بمنطقة الزعفرانية. تخيلوا وياي أولادهم اللي بصف أول وثاني وثالث ابتدائي يرجعون للبيت بعد انتهاء الدوام اللي مدة 3 ساعات فقط، يعني من 11 لـ 2. ومو هاي المشكلة، المشكلة بل المصيبة أنهم يرجعون شبه غايبين عن الوعي ومخدرين. إيه مخدرين؟ لأن اكتشفوا الأهالي فيما بعد وبشهادة المدرسة وتحذيرها أنه تم توزيع حبوب مخدرة على الطلبة، خصوصا الأول الابتدائي، بحجة أنه هي حلويات وحامض حلو. متخيلين شنو دا يصير بمدارسنا؟ وشنو ذنب أطفالنا اللي مأمنيهم بمدارس المفترض تربيهم وتعلمهم مدخل المخدرات والسلوكيات الغلط تنتشر بينهم؟ يعني ما أعرف، أنا أريد أسأل شلون وصلت هاي الممنوعات ومن المسؤول عن توزيعها؟ طبعا هاي بالإضافة إلى انتشار الأدوات الحادة والخطرة بين الطلبة مثل الموس، السكينة، النتالة حسب ما وصلوا لي الأهالي، وغيرها من الأدوات الخطرة، وسجلت المدرسة حوادث بهذا الخصوص. ما أعرف شنو أحكي وما راح أعلق أكثر، بس أضع هذا الملف أمامكم يا معنيين، يا وزير التربية، يا مؤسسات تربوية، يا أهالي، وما على الرسول إلا البلاغ.